مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. المصارعة الجزائرية تكشف تفاصيل مدوية وتولي انسحاب المصارعين الجزائريين، وهذا ما فعله فوزي لقجع أمام كل مواجهة جزائرية ورد صارم من الجزائر. بداية، تتوالى الانسحابات من المصارعين والمصارعات الجزائريات في البطولة الحالية التي تقام في الأردن في كل المواجهات التي تجمع الجزائريين بالمغاربة، بعد تعمد واضح من النظام المغربي تسييس كل المواجهات الرياضية بين البلدين، ليعود الآن بوضع الخريطة على أقمصة المصارعين لاستفزاز الجزائريين بها، إذ انسحب لحد الآن حوالي 8 مصارعين جزائريين وفق مصادر صحفية، كلهم رفضوا اللعب ضد المصارعين المغاربة بسبب الخريطة. والأكثر استفزازا لهم كان ما فعله فوزي لقجع مع المصارعة الجزائرية بليسا بالعيد، حيث زعم لقجع في المواجهة النهائية الحاسمة لنال الميدالية الذهبية الدفع في المصارعة المغربية أمام ميليسا بلايد، وعلى قميص المصارعة المغربية تلك الخريطة الوهمية التي لا تعترف بها الجزائر، ما دفع الجزائرية ميليسا بلايد للانسحاب ورفضها القاطع لتسييس المخزن للمواجهة، مؤكدة حفاظها على مبادئ دولتها الجزائر في وجه استفزازات لقجع الذي كان على يقين بوضعه للخريطة على كل أقمصة اللاعبين بانسحاب اللاعبين الجزائريين، وبذلك بات يكرر فعلته، إلا أنه بات مفضوحا أمام الجميع، والجزائر باتت تعامله ككيان لا تعترف به وكيان لا تواجهه أصلا كلما استعمل الخريطة الوهمية، إلا في المباريات التي لا يستعملها تعامله كدولة ذات سيادة، أي أن الجزائر فور استعمال المغرب لتلك الخريطة وتسييس المخزن لأي مواجهة سيصبح مباشرة في الطرف المغربي في نظر الجزائر مجرد كيان لا تواجهه، كرفض مباشر ورفض تلك السياسة من المخزن. وردت عليهم مجددا المصارعة الجزائرية بقوة رغم أنها فرطت في الميدالية الذهبية، المهم قولها أنها لا تخضع لأجندة المخزن، ووجب على الفيفا التدخل لأن المخزن بالخريطة الوهمية بات يتعمد استعمالها لإفساد كل المنافسات والبطولات الرياضية. ويأتي الحادث في ظل توتر كبير في العلاقات بين الجزائر والمغرب حول خريطة يستعملها المغرب تشمل الصحراء، رسمت على قمصان رياضية لفرق ومنتخبات مغربية في عدد من الرياضات. وبعد ذلك أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم انسحاب المنتخب الجزائري من البطولة العربية سابقا السادسة للشباب التي أقيمت في المغرب وإلغاء جميع نتائجه في البطولة. كذلك سبقها ما حدث مع نادي نهضة بركان، وجاء انسحاب المنتخب المغربي من البطولة بعد رفضه إجراء مباراة كانت ستجمعه بنظيره المغربي ضمن البطولة العربية للشباب بسبب الخريطة، خاصة بعد حادثة نهضة بركان كما ذكرنا، ورفض اتحاد العاصمة حينها اللعب بتلك الخريطة. الآن كل الأمور ستتكرر وفوز لقجع يتمدى أكثر. هذا وتأتي هذه الأحداث في سياق توتر حاد في علاقات الجارين الدبلوماسية، حيث كانت قطعت الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع الرباط منذ عام 2021، وهو التوتر الذي انعكس على الميدان الرياضي في الفترة الأخيرة. الجزائر تدخل الخط لقلب طاولة على لقجع في مصر، وهذا هو المرشح حليف الجزائر الذي يهدد عرش أبو ريدة ولقجع وموسيبي. بداية، الجزائر تشرع في تحركات قوية لتخليص الكاف من قبضة لقجع وتغلغل المخزن الواسع في الكاف وحتى مع مصر من طرف هاني أبو ريدة المتواطئ مع لقجع، حيث ذكر مراقبون تحرك الجزائر لدعم رئيس الاتحاد المصري الحالي جمال علام، والذي يشغل أيضا في نفس الوقت رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم. ووليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم تم انتخابه كما هو معلوم نائبا لجمال علام، ويعتبر حليفه الأول وعلى علاقات قوية مع الآخر، لهذا يعلم جيدا لقجع أن العلاقات القوية التي تجمع جمال علام بالجزائر والاتحادية الجزائرية تهدد عرشه، خاصة وأن الجزائر تنوي حتى دعمه لرئاسة الكاف في وجه لقجع الذي راح هاني أبو ريدة مؤخرا والذي يعتبر منافسا في مصر. لجمال علام يتعمد هاني أبو ريدة تلميع لقجع على حساب ابن بلاده ليسرق منه منصبه، وحتى ليقنع السلطات المصرية وخاصة السيسي ليدفع به بدلا عن جمال علام كمرشح مصر لرئاسة الكاف لخلافة موسيبي في وجه كل المرشحين، لكن الأخير مخلطه مكشوف، وحتى الجماهير المصرية انقلبت على بوريدا ووجهت له انتقادات لدعاء، خاصة بعد قوله أنه لن ينافس لقجع، متهمة إياه بتحالف مع لقجع ضد ابن بلاده لمصالح شخصية. فالجزائر يبدو أنها بعد الأحداث الأخيرة وكل ما فعله لقجع ضد المنتخب بكولاسة وضد أندية جزائرية آخرها ما فعله من استفزاز وكولاسة ضد اتحاد العاصمة والظلم الكبير الذي توطأ فيه زميله موتيبي، وبات كل شيء مفضوحا، وأن الكاف مرهونة وباتت هيئة غير نزيهة تقبل تسييس المباريات وتتواطأ في حكام الفساد والقرارات الجائرة التي تتخذ ضد العديد من المنتخبات التي لا تأتي على هواها. فتحرك الجزائر جاء كرد فعل وضرورة حتمية لابد منها لوقف المهازل والعبث المتزايد من لقجع بهذه الهيئة،
مخطط الجزائر يحاك بسرعة، والأكيد أنها سوف تعمل على اعتراض محاولة لقجع رئاسة الكاف أو وصول أي مترشح متواطئ معه، وستلعب أوراقها وتتوعد بالرد القوي ووضعه عند حده، كما أن أبو رداء يخشى أن تسحب السلطات المصرية البساط من تحت قدميه وتدفع برئيس الاتحاد الحالي جمال علام ليكون الممثل الأول لمصر داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة أن الخلافات الكبيرة بين الرجلين لا تخفى على أحد، وأبو ريدة مستعد لفعل أي شيء لعرقلة رئيس الاتحاد المصري الحالي. من جهة أخرى، فإن نجاح جمال علام في إزاحة هاني أبو ريدة من الواجهة لا يخدم فوز لقجع لسببين أساسيين: الأول وهو أن المغرب متحكم جيدا في صديقه المصري، وهذا الأخير لا يعارضه في أي قرارات يتخذه أو رغبة يبديها، وهذا لأن أبو رضا يعرف أن غضب اللقجع منه قد يكلفه منصبه في الاتحاد الإفريقي كاف وحتى داخل الاتحاد الدولي فيفا. أما السبب الأول الأهم، فإن اللقجع يدرك جيدا العلاقة الجيدة التي تجمع رئيس اتحاد شمال إفريقيا جمال علام ونائبه رئيس الاتحاد الجزائري صادي، ومن مصلحة لقجع ألا يحدث أي تقارب بين الجزائر ومصر، لأن ذلك يعتبره تهديدا مباشرا لمصالحه ومصالح بلاده داخل الاتحاد الإفريقي. الجزائر تأخذ حقها بيدها والمغرب في ورطة، وكيف ستنتقم لحق فريق اتحاد العاصمة؟ وقرر الجزائر حاضر ويؤثر في مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد حرمان الاتحاد من النهائي. بداية، الجزائر تخرج ما في جعبتها وتضرب بالثقيل وتتوعد المغرب والكاف، فمع رفض الطاس تأجيل ومنح نهضة بركان الضوء الأخضر للعب النهائي اليوم، وترك قضية الاتحاد لدراستها متأخرة بعد نهاية أصل النهائي، ولا فائدة حينها من أي قرار متأخر. مصادر جزائرية تكشف الرد المرتقب والذي تجهزه الاتحادية الجزائرية، خاصة وأن السلطات العليا للبلاد شددت على عدم التنازل ولن تقبل بأي استفزاز مغربي، حتى بالتهديد بمقاطعة كل البطولات التي تستعمل المغرب فيها الخريطة. والآن حسب ذات المصادر، الرد يكون بخرائط وتسييس للمباريات التي تجمع مستقبلا أي أندية جزائرية بنظيرتها المغربية، ردا على النظام المغربي ودفعهم هم للانسحاب وليس الطرف الجزائري فقط، مضيفين أن الجزائر ستطبع خرائط وحتى خرائط لكامل إفريقيا على بعض الأقمصة وتضع بينها حتى خريطة الصحراء الغربية، وحينها لن يستطيع أي أحد الاعتراض بينهما الكاف، وإن اعترضت يتم الاستشهاد فورا بصمتهم سابقا على المغرب وتواطؤهم مع الأقجع. فالآن لن تقدر الكاف على الخروج من هذا المأزق، وسيتضح فورا مستقبلا تناقضها في حال ما إذا حاولت منع أو اعتراض الجزائر لو طبعت أي خرائط، فالنظام المغربي هم من بدأوا الاستفزاز وسيتحملون تبعاته. الظلم الذي تعرض له نادي اتحاد العاصمة بتواطؤ من الكاف ومتسب مع لقجع لن يذهب دون رد ملائم وبطريقة سلسة وذكية حسب صحف محلية، خاصة وأنه حتى طاس تواطأت مع نهضة بركان وبتناقض عجيب. من جهة تؤكد محكمة طاس أنها تدرس القضية وقد تحكم لصالح الاتحاد وتنظر في كل التظلمات المرفوعة والأدلة التي تطالب بإنصاف الاتحاد، ومن جهة تسمح لنهضة بركان بلعب النهائي ضد الزمالك في تناقض غريب، رغم أن نهضة بركان فازوا بدون أن يلعبوا ولا مباراة، حينها لن يكون له أي فائدة، لأنه حتى لو حكمت بعد النهائي طاس لصالح الاتحاد في القضية لن يكون لذلك الحكم أي فائدة، لأن النهائي سيكون لعب وانتهى الأمر. هذا وخرجت لقجع ومحمد السادس، هذه تعمق الأزمة بين البلدين، خاصة وأن الرئيس بون أكد أن الإقالات وصلت نقطة اللاعودة.